يحسب لكابتن احمد خطاب شكر نجيب في الجبهة اليسرى ضغط على ناحية شحاتة، والوسيف كيلو ضغط على عمر جابر، وقد كان الهدف الأول عن طريق ضربة الجزاء، ضغطوا على ظهري الجنب بالنسبة لنادي الزمالك. طبعا ضغطوا الاثنين، ضغطوا الاثنين زي ما احنا قلنا في بداية اللقاء ان هم عندهم سرعات وعندهم التحولات، وشكري نجيب طبعا من اللعيبة المميزين اللي هو عنده كنترول على الكوره، بيعرف يمسك الكوره بشكل كويس، بيشتغل في كل حته في الملعب، يعني ما بيشتغلش بس على طرف من الاطراف. فلعيب من اللعيبه طبعا المميزين. انا معاك ان حصل ضغط على شحاته وعلى عمر وعلى عمر، لان انت بتتكلم على جيفرسون لعيب من اللعيبه الكويسين جدا جدا، لعيب قوي وعنده سرعه. انما لما تيجي تبص النهارده شفنا عمر جابر مثلا في احسن حالاته في النواحي الهجوميه، ولا الناحيه الثانيه محمد شحاته. فبالتالي انت المباراه دي المطلوب ايه؟ يعني انت سالت حازم قلت له ليه الحلول قليله عن نادي الزمالك؟ لان الاختراق من العمق مش موجود خالص عن نادي الزمالك. انت بتشتغل على الاطراف، زيزو فاتح على الخط ومصطفى شلبي فاتح الخط، طب مين اللي هيشتغل في الحته دي؟ لو انا هشتغل كورسات يبقى محتاج التسعه اللي موجود اللي هو اللعيب اللي هو بيعرف يلعب بدماغه كويس ترجم الحاجات دي. انما طالما انا هشتغل او لازم اوجد حلول، يبقى الحلول اللي هي الاختراقات من العمق دي ما شفناهاش. اختراقات من العمق دي يبقى لازم كان زيزو يدخل لجوه، مصطفى شلبي يبدا يدخل لجوه والاطراف دي تشتغل، ده احنا ما شفناهوش. اللي بيشتغل هو كان زيزو وكان مصطفى شلبي. ف يمكن برضو انا هو عملها متاخر شويه لما نزل متيبه في الدقيقه 89، خلى زيزو هو في العمق وخلى تمام عمر ياسر يعني تمام وكان عنده نيمار يقدر يستغله بشكل صحيح. كويس، لان هو برضو لعيب عنده سرعات وعنده اختراقات. انما هو كان لازم ياخد باله جوميز اني انا هبدا اشتغل على الكورسات، هبدا اشتغل على الكورسات دي، ده يقلل لان انا ما عنديش اللعيب اللي يترجم لي ده. انما ضغطه بشكل كويس وساعد على زي ما قلت لك، واضح ان في اجهاد، يعني واضح ان عمر بيأدي مجهد. واضح ان اغلب اللعيبه ناصر ماهر مثلا مجهد، عبد الله السعيد مجهد، فواضح ان في اجهاد بالنسبه للاعبين.